سريعة أخواني أخواتي حول الوظائف الأساسية للإدارة اللي هي أربع وظائف أساسية. وكما قلت سوف الحين سوف نبدأ الحديث عن تفاصيل عن أهم تفاصيل كل وظيفة. واليوم بإذن الله رح نتحدث عن تفاصيل الوظيفة الأولى اللي هي التخطيط، والوظيفة الثانية اللي هي التنظيم. أخت أمل، لا أنا انتظرت خمس دقائق أو أربع دقائق قبل ما أبدأ المحاضرة، يعني انتظرت، وفي الواقع محاضرتنا تبدأ الساعة 8:15، فلازم الكل يكون موجود الساعة 8:15 45 دقيقة، ترى يعني وقت ضيق شوي حتى أشرح أهم الأفكار، وبالتالي أنا أنتظر بضع دقائق وبعدين أبدأ محاضرتي. إذا نرجع أخواني أخواتي، قلنا رح نبدأ الحديث عن تفاصيل الوظيفة الأولى اللي هي التخطيط. والتخطيط هو عبارة عن الطريق الذي نرسمه بصورة مسبقة، يعني نحاول الآن أن نحدد وش هو الطريق الذي سوف نسلكه في المستقبل حتى نحقق أهداف المنشأة، وحتى يعني نحقق يعني أهدافنا الربحية بإذن الله. وهذا الطريق الذي نرسمه للمستقبل هو الذي سيساعدنا على اتخاذ القرارات وعلى تنفيذ المهام التي تتماشى مع سياسة المنشأة. وفي الواقع أهمية التخطيط وأهمية وظيفة التخطيط نستطيع أن نستنتجها من خلال بضع نقاط. فعلى سبيل المثال أخواني أخواتي، نستطيع أن نستنتج أهمية التخطيط من خلال منه النقطة الأولى، أن التخطيط يحدد اتجاه المنشأة عن طريق تحديد الأهداف. فلما تحدد أنت الأهداف كمدير، فأنت وضحت للموظفين وش المطلوب منهم بصفة عامة، وش الأهداف الأساسية للمنشأة، وش الأشياء التي ينبغي أن نقوم بها والأشياء التي لا ينبغي أن نقوم بها. فأنت توضح للموظفين وش المطلوب منهم بصفة عامة. كذلك نقطة أخرى توضح أهمية التخطيط، أن التخطيط يحدد إطار موحد للعمل من خلال توضيح أدوار الأقسام وأهداف الأقسام. لأنه أخواني أخواتي، بعد ما نحدد إحنا الهدف العام للمنشأة، نحدد بعد ذلك الأهداف التفصيلية، يعني كل قسم وش الأهداف المطلوبة منه أنه يحققها. بالتالي التخطيط يحدد إطار موحد للعمل، ما يصيرش كل واحد يشتغل هيك لحاله بطريقة اعتباطية، لا، يكون عندنا طريق واضح نسلكه جميعا. النقطة الثالثة التي توضح أهمية التخطيط هو أن التخطيط يساعد على الاستخدام الأمثل للطاقات البشرية والإمكانيات الموجودة لدى المنشأة. فالمخطط الذكي الإداري الناجح هو الذي يعرف إمكانياته ويعرف كيف يوظف إمكاناته بالطريقة الأفضل. فعلى سبيل المثال أخواني أخواتي، ليست المنشآت اللي عندها إمكانيات كبيرة هي المنشآت التي سوف تضمن لنفسها النجاح، لا، قد يكون لديك إمكانيات كبيرة جدا ولكن لا تنجح نجاح كبير. على عكس ذلك، يمكن أن تكون عندك إمكانيات مقبولة أو بسيطة، ولكن لما توظفها التوظيف الأمثل عن طريق التخطيط الجيد، هنا تستطيع أن تستخدم إمكاناتك الاستخدام الأمثل وتجني منها أقصى قدر من الأرباح الممكنة. نقطة رابعة توضح أهمية التخطيط أخواني أخواتي، هو أن التخطيط يساعد على سرعة إنجاز الأعمال. ليش؟ لأن الهدف لم يكن واضح، ما راح نضيع وقت واحنا نفكر وش المطلوب منا الى اخره، لا، الهدف واضح، الطريق واضح، اذا العمل سوف نستطيع انجازه بسرعه. هذه نقطه رابعه توضح اهميه التخطيط. نقطه خامسه، ايوه صحيح، يساعد على الرقابه بطبيعه الحال، لانه نقطه انطلاق الرقابه هي الخطه. احنا لما نيجي نراقب، الرقب يعني إيش؟ يعني نقارن النتائج مقارنة إيش؟ بالخطة. فإذا كانت الخطة غير واضحة، راح نقارن النتائج بناء على ماذا؟ ما نقدرش. أوكي؟ فبالتالي صحيح أخت بشرة، كلامك صحيح 100%، أن التخطيط يساعد على الرقابة، على حسن الرقابة.
إذا النقطة الخامسة قلنا التخطيط يساعد على معرفة الفرص والمخاطر المستقبلية بطبيعة الحال المتوقعة. بدون تخطيط أخواني أخواتي، وكأننا في مركبة هيك في تتقاذف الأمواج، لا ندري وش المستقبل، وش الفرص المستقبلية، وش هي المخاطر المستقبلية. فبالتخطيط نستطيع أن نستعد لجميع الاحتمالات. كذلك التخطيط، وهنا أرجع للنقطة التي أثرتها الأخت بشرى، هو أن التخطيط يساعد على تحقيق نظام رقابي فعال كما قلنا قبل شوي. أخيرا التخطيط كما تقول هنا الأخت رزان يساعد على زيادة فاعلية المديرين، حيث أن وضوح الخطة أخواني أخواتي ووضوح الأهداف هذا يساعد على حسن اتخاذ القرارات. لما يكون الهدف واضح أنا كإداري كمدير عارف إيش هو المطلوب مني، إذا عملية اتخاذ القرارات سوف تكون سهلة نوعا ما وتكون فيها كفاءة وفاعلية بشكل كبير. هذه تقريبا أهم النقاط التي توضح أهمية التخطيط. أهمية التخطيط سواء كان هذا التخطيط يخص المدى البعيد، يخص المدى المتوسط، يخص المدى القريب، التخطيط كله مهم، وهذه النقاط التي ذكرناها توضح أهمية هذا التخطيط. بقي هنا لسان يسأل، أوكي التخطيط مهم، ولكن كيف نستطيع أن نتحصل على التخطيط فعال؟ قبل الحديث على التخطيط فعال مهم جدا أن نعرف وش هي مراحل أو خطوات التخطيط، وش هي أهم مراحل أو خطوات التخطيط. في الواقع في هذا المقرر اخترنا أن نعتمد على مراحل التخطيط اللي هي 9 مراحل أو 9 خطوات. وهنا ننتبه أخواني أخواتي، خاصة في نقص يعني الأسئلة والاختبارات، لما نتحدث على مراحل على خطوات فالترتيب مهم جدا، أوكي؟ بينما لما نتحدث على نقاط زي النقاط اللي شفناها قبل شوي التي توضح أهمية التخطيط، الترتيب غير مهم. لما نتحدث على نقاط الترتيب ليس مهما، بينما لما نتحدث على مراحل على خطوات هنا يصبح الترتيب مهم. إذا لما نتحدث على خطوات التخطيط قلنا راح تكون 9 خطوات بناخذها بشكل موجز. المرحلة الأولى أخواني أخواتي هي الدراسة الاستطلاعية، على عكس ما يعتقده البعض. البعض يعتقد أن المرحلة الأولى هي تحديد الهدف. لا، ننتبه، المرحلة الأولى هي دراسة استطلاعية، هي دراسة السوق، وهذا شيء طبيعي. كيف أقدر أن أحدد الهدف حقي وأنا ما درستش السوق؟ أوكي؟ إذن الخطوة الأولى أو المرحلة الأولى هي الدراسة الاستطلاعية، وهي عبارة عن دراسة السوق لمعرفة احتياجات السوق، يعني احتياجات المستهلكين، لمعرفة أهم المنافسين وخطط المنافسين. فمهم جدا أن أتعرف على السوق قبل ما أضع لنفسي هدف أو مجموعة أهداف. أوكي، هذه الخطوة الأولى. قبل ما أمر للخطوة الثانية، السؤال هنا سريع، تقول هل الذي يقوم بالتخطيط هو المدير؟ إحنا هنا لما نتحدث على وظيفة التخطيط هي وظيفة من وظائف الإدارة، أو صيغة أخرى هي وظيفة من وظائف المدير مهما كان المستوى الإداري لهذا المدير. يعني المدير أخواني أخواتي قد يكون هو مدير المنشأة، قد يكون مدير قسم، قد يكون مدير وحدة إدارية، قد يكون مدير فريق، أوكي؟ في كل الأحوال هو مدير، وبالتالي هو معني بالتخطيط في على مستوى عمله بطبيعة الحال. مدير التسويق يخطط للتسويق فقط، مدير الإنتاج يخطط للإنتاج فقط، مدير المنشأة يخطط للمنشأة كلها بصفة عامة. فكل موظف عنده صفة المدير هو موظف معني بالتخطيط. إذا قلنا الخطوة الأولى هي الدراسة الاستطلاعية، الخطوة الثانية هي وضع الهدف الرئيسي للمنشأة أو للمشروع. أوكي، إذا هنا وضع الهدف بناء على الدراسة الاستطلاعية.
إيه بطبيعة الحال أخت سعاد، إحنا هنا لما نقول التخطيط نتحدث إحنا بنخطط لمشروع معين، لا نقصد به قطعا مشروع الأعمال يعني المنشأة، لا قد يكون مشروع داخل المنشأة. مثال أنت إحنا عاوزين نخطط لإمكانية فتح خط إنتاج جديد داخل المنشأة، هذا مشروع يبغى له أول شيء دراسة استطلاعية، وبعدين خطوة ثانية وضع الهدف الرئيسي، وبعد ذلك وضع الأهداف الفرعية في نفس الخطة في نفس الخطوة تقريبا. الخطوة الثالثة والمرحلة الثالثة أخواني أخواتي هي وضع افتراضات التخطيط. وش المقصود بافتراضات التخطيط؟ افتراضات التخطيط هي تقريبا وش الأشياء اللي ممكن تحدث في المستقبل. يعني هنا أحاول أن أدرس العناصر المحيطة بالمشروع، الأشياء اللي ممكن أنها تحصل في المستقبل. يعني على سبيل المثال إذا قمت بإعداد خطة معينة، ماذا أتوقع من المنافسين كردة فعل؟ ماذا أتوقع من الناس كردة فعل؟ ماذا أتوقع من السوق؟ أوكي؟ فهذه الخطوة الثالثة اللي هي وضع افتراضات التخطيط. أيوة أخت فاطمة، بطبيعة الحال بما أننا نتحدث على خطوات فنذكرها بالترتيب، هذا مهم جدا، الترتيب مهم جدا بما أنها خطوات. بالنسبة سؤال آخر مهم أخواني أخواتي، أخت رشا، هل يستطيع فرد واحد التخطيط أو لا يحتاج إلى أشخاص معه؟ هذا سؤال مهم جدا أخواني أخواتي. التخطيط يمكن يكون تخطيط فردي ويمكن يكون تخطيط جماعي. يعني يمكن أن شخص واحد هو الذي يضع الخطة أو أن تكون مجموعة أشخاص بحسب نوع الخطة. يعني على سبيل المثال إذا كان خطة تخص قسم إداري معين وهي خطة بسيطة أو خطة على المدى القصير، يمكن أن شخص واحد يضعها ما فيش إشكال. بس إذا كانت خطة تخص المنشأة كاملة وتخص مستقبل المنشأة بشكل كبير، فهنا مهم جدا أن التخطيط يكون جماعي. لأن يعني شخص واحد ممكن تنقصه الكفاءة أنه يخطط على المدى البعيد. واضح؟ إذا واصل الخطوة الرابعة أخواني أخواتي هي تحديد الخطط البديلة، أو نسميها كذلك بدائل التخطيط. أوكي؟ تحدد البدائل اللي التي ممكن أنها تناسب لوضع خطة معينة، وبعدين في خطوة خامسة أحاول أني أقيم البدائل هذه أو أقيم الخطط البديلة. إذا الخطوة الخامسة هي تقييم الخطط البديلة. بناء على عملية تقييم هذه الخطط البديلة سوف أمر إلى الخطوة السادسة اللي هي اختيار الخطة الأنسب. أنا عندي مجموعة من الخطط البديلة، ثلاثة أربعة خمسة خطط بديلة، سوف أختار خطة واحدة. كيف راح أسوي؟ أقيم، أحاول أن أقيم البدائل هذه بناء على معايير معينة، وبعدين أختار وش الخطة اللي ممكن تكون أنسب. هذه في المرحلة السادسة. المرحلة السابعة سوف تكون وضع الخطط التفصيلية. بعد ما وضعت الخطة أو اخترت الخطة المناسبة للمنشأة سوف أفصل. إذا الخطوة السابعة هي وضع الخطط التفصيلية. الخطوة الثامنة هي تنفيذ هذه الخطط، وهنا بدأنا نطلع شوي من التخطيط ونروح إلى التوجيه اللي هي تسيير العمل. الخطوة التاسعة نفس متابعة وتقييم التنفيذ، نفس الشيء هنا طلعنا من تقريبا من التخطيط ودخلنا في وظيفة الرقابة. أوكي؟ هذه تقريبا أهم خطوة خطوات التخطيط. بالنسبة للأسئلة أخت سارة راح يكون عندنا إما في الكويز أو بعدين يعني في المراجعة، وحتى في التكليف راح يكون عندنا تكليف ذاتي أو اثنين، تكليف أو اثنين إن شاء الله راح تكون فيها أسئلة، وراح تشوفوا كيف ممكن تجي الأسئلة حول هذا الأمر. إذا هنا اوكي، الخطوة الخامسة سريعا، الخطوة الخامسة اخواني اخواتي هي تقييم الخطط البديلة. انت عندك مجموعة بدائل عاوز تعرف وش هو الافضل. اوكي، تقيم تقارن بينه وتشوف البديل اللي ممكن يحقق لك افضل نتائج هو اللي راح يكون الخطة التي سوف اختارها.
وهنا اتباعنا لهذه المراحل سيمكننا بإذن الله من الحصول على خطة جيدة، من الحصول على خطة جيدة. وهنا نتحدث على بدائل الخطة الجيدة، أو نسميها كذلك عفوا مبادئ الخطة الجيدة، أو نسميها كذلك مبادئ التخطيط الفعال. مبادئ التخطيط الفعال، حتى يكون عندنا تخطيط فعال إخواني أخواتي، لازم أول شيء مبدأ رقم واحد وضوح الهدف. يجب أن يكون للخطة هدف واضح، هدف واضح. إذا كان هدف غير واضح لا تنتظر من التخطيط أن يكون جيد وأن يكون مناسب للمنشأة. المبدأ الثاني هو المرونة. الخطة إخواني أخواتي يجب أن تكون قابلة للتكيف، لأنه أثناء تنفيذها راح تتغير البيئة، دائما تتغير إخواني أخواتي، بيئة الأعمال تتغير بشكل كبير، وبالتالي يجب أن تكون الخطة مرنة، يعني قابلة للتكييف بحسب، عفوا قابلة للتكيف بحسب التغييرات البيئية. أوكي، إذا هذا المبدأ الثاني. المبدأ الثالث إخواني أخواتي اللي هو البساطة. يجب أن تكون الخطة بسيطة وسهلة الفهم. أوكي، أنت كمدير وضعت خطة، ولكن إذا كانت الخطة هذه موضوعة بطريقة معقدة لا تنتظر من بقية العمال أن يكون باستطاعتهم أن يفهموا. صعب أن يفهموا خطة إذا كانت صياغتها صعبة، أو تستخدم فيها أشياء أو كلمات صعبة أو معقدة. إذا من المبادئ أيضا البساطة، من المبادئ أيضا تحديد مستويات العمل، يعني تحديد الصلاحيات. الخطة الجيدة هي اللي بيكون فيها تحديد واضح للصلاحيات. وأخيرا من المبادئ التخطيط الفعال كذلك إخواني أخواتي هو تحقيق التوازن. التوازن خاصة التوازن المالي، يعني لا يجب أن نضع خطط ممن شأنها أنها تعيق التوازن المالي أو تضر بالتوازن المالي للمنشأة. الخطة إذا كانت مكلفة جدا وترهق كاهل المنشأة هذه ليست خطة جيدة. الخطة الجيدة هي التي تكون حسب إمكانيات المنشأة. أوكي؟ وهنا نستطيع أن نتحدث سريعا عن أسباب فشل التخطيط. من أسباب فشل التخطيط إخواني أخواتي، أول شيء عدم توفر العنصر البشري الكفء. إذا أنت بتسوي خطة واللي بيسوون الخطة هم أشخاص تنقصهم الكفاءة، فلا تنتظر منهم أن تكون الخطة بفعالية كبيرة. أوكي؟ يجب أن يكون عندك أشخاص بكفاءات عالية في مجال التخطيط. أخترنا أوكي، خطوات التخطيط، التعداد، ولكن أيضا فهم المحتوى بصفة عامة. لا نريد التفاصيل، ولكن على الأقل نفهم وش المقصود بكل خطوة. أوكي؟ من أسباب فشل التخطيط إخواني أخواتي أيضا الاعتماد على الدراسات النظرية. صحيح الدراسات النظرية مهمة، ولكن الدراسات النظرية والنظريات الإدارية هي صالحة للمنشآت بصفة عامة، وهنا لا يعني أنها قطعا صالحة لكل منشأة. وبالتالي مهم جدا أن نحسن اختيار النظرية، أو نحسن اختيار الدراسات النظرية المناسبة للمنشأة. إذا كان هناك سؤال أخت منى تستطيع أن تطرحين سؤالك. أوكي؟ أيضا من أسباب فشل التخطيط هو المبالغة في الاعتماد على التجربة. صحيح التجارب السابقة مهمة جدا، نتعلم منها أثناء إعداد الخطط المستقبلية، ولكن لا يجب أن نبالغ في الاعتماد عليها. ليش؟ لأنه ما حصل في الماضي قد لا يحصل في المستقبل. أوكي؟ فالتجارب صحيح مفيدة، ولكن لا ينبغي أن نبالغ في الاعتماد عليها. أيضا في سبب مهم جدا وأساسي من دماء إخواني أخواتي، من أسباب فشل التخطيط عدم صحة أو دقة البيانات. أوكي؟ عدم صحة أو دقة البيانات التي نستخدمها أثناء إعداد خطة، وهذا شيء طبيعي. إذا قمنا بتحديد
إعداد خطة بناء على بيانات غير صحيحة أو مغلوطة، فالخطة ستكون كلها مغلوطة. أوكي؟ أخت خلود، لا، التخطيط حسب الوظيفة يعني تستطيعين يعني الرجوع إليه، ولكن هنا تعرفوا في المحاضرات في اللقاءات الحية أنه أحاول أن يركز على أهم النقاط، لا أستطيع أن أقوم بتدريس كل النقاط لأن الوقت لا يسمح. أوكي؟ ولكن التخطيط حسب الوظيفة هو موجود مهم، لأنه موجود عندنا في الحلقات المستشرقة. أنا هنا في أعمال المساندة أحاول أن أتحدث عن أهم النقاط. إذا أيضا سبب آخر أخير سوف أختم به الحديث حول التخطيط، هو من أسباب فشل التخطيط هو عدم التحديد الدقيق للأهداف. إحنا قبل شوي قلنا من مبادئ التخطيط الفعال هو وضوح الهدف، دقة الهدف. إذا من أسباب فشل التخطيط هو أن الهدف لا يكون واضح أو لا يكون دقيق. أوكي؟ هذه تقريبا أهم النقاط التي أردت أن أتحدث عليها فيما يخص وظيفة التخطيط. نمر الحين أخواني أخواتي للحديث عن الوظيفة الثانية من وظائف الإدارة اللي هي التنظيم. لا أخت فاطمة، كل الأسباب الموجودة، أسباب فشل التخطيط الموجودة معنا في الحلقات المسجلة نحن مطالبون بها. أوكي؟ لا كل معنا، كل النقاط معنا، أنا أعطيت بس خمسة ناخذ فكرة. أوكي؟ ولكن إذا كان عندك أي سؤال حول النقاط الأخرى تستطيعين طرح أسئلتك. أوكي؟ فنحن مطالبون نظاميا، ما عنديش اختيار، ليس اوكي، حتى لو كنت انا اللي بحط الاسئله، ولكن انا لست مخيرا اني اختار اجزاء واتغاضى عن اجزاء، لا، نحن نظاميا مطالبون بدراسه كل ما هو موجود في الحلقات المسجله. اوكي؟ وبالتالي كل ما هو موجود في الحلقات المسجله رجاء يجب الاطلاع عليه. اذا كان هنالك اي اسئله انا مستعد ان اجيب على اي سؤال في اللقاء الحي ومن خلال المنتديات، وجزاكم الله كل خير. إذا نمر أخواني أخواتي إلى الوظيفة الثانية بإذن الله، بإذن الله. الوظيفة الثانية اللي هي وظيفة التنظيم. التنظيم هو الإطار الذي يتم من خلاله ترتيب شهود الموظفين. التنظيم هو يعنى أساسا بتقسيم الأعمال المطلوبة إلى وظائف وإلى أقسام. يعني بعد ما وضعنا الخطة في التخطيط، في التنظيم نحاول أن ننظم الموظفين، نقسمهم إلى الموظفين، نقسمهم إلى أقسام، إلى وظائف، وكل مجموعة من الموظفين نعطيهم مجموعة من الأعمال التي يقومون بها حتى نستطيع أن ننفذ الخطة. وأهمية التنظيم يمكن أنها تتأتى أو نوجزها من خلال بضع نقاط. أول شيء نقطة توضح أهمية التنظيم، وهذه نقاط مهمة جدا أخواني أخواتي. بعرف أنه التعداد كثير، ولكن راح تشوفوا شوية مراجعة، شوية تركيز، راح تشوفوا أنه كله سهل. أوكي؟ زملائكم في الأترام الماضية لم يجدوا صعوبات في هذا المقرر، ولكن يجب المراجعة، يجب شوي تركيز بس. قلنا من النقاط التي توضح أهمية التنظيم، النقطة الأولى أن التنظيم أخواني أخواتي يقضي على ما يسمى بالازدواجية. يعني إيش الازدواجية اللي ممكن تحصل في الأعمال؟ يعني تجد شخصين يقومون بنفس الوظيفة، هذا ما هو كويس، يعني بيصير في ازدواجية في العمل. لما يكون في تنظيم، يعني تقسيم للعمل تقسيم دقيق، يعني كل شخص معروف وش هو واجبات وش هي حقوقه، وبالتالي ما يحصلش في ازدواجية ولا يعني أي مشاكل أخرى من هذا السياق في المنظمة. النقطة الثانية التي توضح أهمية التنظيم هو أن التنظيم أخواني أخواتي يساعد على الاستخدام الأمثل للطاقات البشرية. يعني باختصار شديد، التنظيم يساعد على وضع الشخص المناسب في المكان المناسب. اوكي؟ بس انه بدون تنظيم يمكن انك تقع في مشكله انه تضع شخص مختص في التسويق، تضعه في مثال في المحاسبه، هذا ليس جيدا.
علامة انه ما فيش تنظيم. اوكي، النقطة الثانية او الثالثة عفوا التي توضح أهمية التنظيم، أخت ابتسام، احنا مطالبين بكل النقاط الخاصة بأسباب فشل التخطيط. النقطة الثالثة التي توضح أهمية التنظيم أخواني أخواتي، هو أن التنظيم يساعد على التوازن بين مختلف الأنشطة داخل المنشأة، فيساعد على إيجاد توافق بين أهمية كل نشاط وحجم العمالة الموجودة داخل المنشأة، فيساعد المدير على أنه ينسق العمل كل على حسب حجم كل عمل، راح يضع عدد معين من الموظفين، فيكون في تنسيق ويكون في سلاسة في العمل. نقطة أخرى توضح أهمية التنظيم أخواني أخواتي، هو سهولة الاتصالات. يعني لما يكون في تنظيم للعمل بيكون عندك شبكة واضحة للاتصال والتواصل. التنظيم يساعد في تسهيل عملية الاتصال عبر وضع هيكل تنظيمي تحدد لكل شخص من هو المدير المباشر له الذي يجب أن يتواصل معه في صورة حصول أي مشكلة، من هم زملائه في العمل الذي يستطيع أن يتواصل معه، من هم الأشخاص الذين يشتغلون في أقسام أخرى وبالتالي لا يحق له أن يتواصل معه أثناء تأدية عمله. فالتنظيم يحدد لنا قنوات الاتصال. أيضا أخواني أخواتي، التنظيم، وهذه نقطة أخيرة، يساعد على تنمية القيادات البشرية. التنظيم أخواني أخواتي يساعد على تنمية القيادات البشرية، لأنه يساعد على تقسيم العمل وبالتالي يساعد على عملية التدرج الوظيفي والترقية بشكل أفضل. أيوة أخت إيمان، نحفظ باختصار أهمية التنظيم. أوكي أخت سارة، أعيد كل ما هو موجود في الحلقات المسجلة، نحن مطالبون به حتى ولم أشرحه في اللقاء الحي. أوكي، أنا أحاول أن أشرح أهم النقاط ولا أستطيع أن أشرح كل النقاط، وبالتالي إذا كان لديك سؤال حول أنواع التخطيط تستطيعين طرحه في المنتدى وأنا أجيبك عنه بإذن الله وجزاك الله كل خير. هذه إذن النقاط التي توضح أهمية التخطيط. هنا السؤال يطرح نفسه أخواني أخواتي، وش هي أنواع التنظيم؟ كيف نستطيع أن ننظم المنشأة؟ في الواقع شباب، إذا أخواني أخواتي، إذا رجعنا إلى الدراسات العلمية السابقة وحتى في العالم العملي في عالم المنشآت الحين، سوف نجد أن هنالك العديد من الطرق، العديد من أنواع التنظيم. أوكي، فعلى سبيل المثال لدينا ما يسمى النوع الأول هو التنظيم حسب الوظائف. أوكي ممتاز أخت فاطمة، التنظيم حسب الوظائف. يعني إيش التنظيم حسب الوظائف؟ يعني هنا سوف أقوم بوضع هيكل تنظيمي عن طريق ماذا؟ عن طريق تجميع الوظائف والعمليات المتشابهة في إدارة واحدة. فيكون عندنا مثال إدارة التسويق، فيها كل ما هو أعمال تخص البيع، تخص الإعلانات، تخص خدمات ما بعد البيع، كل الأعمال المتشابهة في إدارة واحدة التسويق. كل ما هو أعمال تخص الموارد البشرية في إدارة واحدة، إدارة الموارد البشرية إلى آخره. هذا النوع من الوظائف، عفوا هذا النوع من التنظيم عنده مزايا عديدة. إذ يساعد على التركيز على الوظيفة الأساسية وإبراز الأهمية النسبية التي تحتلها كل وظيفة في المنشأة. كذلك كما تقول الأخت ميمونة جزاك الله كل خير، يساعد هذا النوع من التنظيم على وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وبالتالي يساعد على زيادة معدل الاستخدام الأمثل للطاقات البشرية. كما أن هذا النوع من التنظيم حسب الوظائف يسهل عملية الإشراف على الأعمال لكون هذه الأعمال تكون متشابهة وذات طبيعة واحدة. أوكي؟ ولكن هذا النوع من التنظيم عنده بعض السلبيات. ولو أنه نقطة أخيرة، آسف، في نقطة أخيرة من مزايا هذا النوع من التنظيم هو إكساب الوظائف نوع من الاستقلالية في صناعة القرار.
يعني كل ما هو تسويق بل اتخذ القرار مدير التسويق، كل ما هو انتاج بل اتخذ القرار مدير الانتاج، فيكون هنالك نوع من الاستقلاليه في صناعه القرار وهذا شيء جيد. ولكن التنظيم هذا عنده بعض السلبيات. اول شيء التنظيم هذا يؤدي الى مركزيه بشكل كبير، يعني كل الاعمال ترفع للاداره العليا خاصه في صناعه القرار الحقيقي، والراي الاخير يكون في للاداره العليا، وبالتالي في نوع من المركزيه. كذلك الاهتمام بالتخصص بشكل كبير يؤدي الى تضييق نظره العاملين، فيصبحون لا ينظرون الى المنشاه ككيان متكامل، لا ينظرون بس الى وظيفته، يعني اللي شغال فقط في قسم التسويق ما يهمه فقط هو نجاح التسويق، لا يستطيع ان ينظر الى المنشاه ككيان كامل ويسعى الى ان يساهم في نجاح المنشاه بشكل كامل. وبالتالي فالاهتمام بالتخصص بشكل كبير قد يؤدي الى صعوبه توفر القوى العامله خصوصا في بعض التخصصات الذاتيه. كذلك فان هذا النوع من التنظيم لا يسهل من عمليه التنسيق بين الوظائف، لانه بيكون في هنالك استقلاليه وانفصال كبير بين الوظائف. اوكي، هذا تقريبا النوع الاول من التنظيم. النوع الثاني، واحاول ان اسرع شوي لان الوقت يداهمنا، النوع الثاني من انواع التنظيم هو التنظيم حسب السلع، جزاك الله خير اخت فاطمه، التنظيم حسب السلع او الخدمات. هنا التقسيم لا يكون بحسب الوظائف، تسويق، انتاج، موارد بشريه، لا، التقسيم يكون حسب السلع او مثال حسب الخدمات. يعني على سبيل المثال اذا كان عندك شركه صناعات غذائيه سوف تكون مقسمه بهذا الشكل، القسم الاول اللحوم، قسم ثاني الالبان، قسم ثالث العصائر، وداخل كل قسم هنالك انتاج، تسويق، موارد بشريه. واضح؟ وبالتالي من مزايا هذا الاسلوب هو تركيز مسؤوليه تحقيق الارباح في كل قسم انتاجي عفوا، مما يساهم ويؤدي الى زياده الربح العام من خلال التنافس بين خطوط الانتاج. فيصير لما مثال قسم اللحوم ينافس قسم الالبان، عاوز يظهر وكانه هو الافضل، هذا التنافس يحقق ايرادات اكثر للمنشاه. وبالتالي فهذا نوع من التنظيم مهم وعنده العديد من المزايا، ولكن من سلبياته اول شيء عن صعوبه الاشراف من قبل الاداره العليا. إدارة عليا تشرف على قسم لحوم وقسم ألبان وقسم عصائر، أقسام مختلفة بشكل كبير عن بعضها البعض. صعب أن تجد مدير منشأة عنده كفاءة ودراية عالية بكل المجالات هذه في نفس الوقت، وبالتالي فعملية الإشراف تكون صعبة نوعا ما. كذلك هذا التقصير أي منتج أو أي سلعة قد يؤدي إلى الإضرار ببقية المنتجات، قد يؤدي الى الاضرار باسم المنشاه. يعني على سبيل المثال اذا الى قسم الالبان صار في مشاكل كبيره والسمعه سيئه في السوق، السمعه هذه ممكن انها تطال اقسام العصائر واقسام اللحوم حتى وان كانت الاقسام الاخرى تشتغل بطريقه جيده. النوع الثالث هو التنظيم حسب المناطق الجغرافية. يعني ايش حسب المناطق الجغرافية؟ هنا نتكلم عن الشركات التي لديها فروع في العديد من المناطق، فرع في الرياض، فرع في جدة، فرع في الدمام، وترغب بتقسيم العمل على اساس ان كل فرع يحظى باستقلالية كاملة، وبالتالي كل فرع يشتغل به بطريقه مستقله نوعا ما عن الفروع الاخرى. وهذا عنده ايجابيات، اول شيء يساهم في اعطاء اهميه لكل منطقه وفقا لظروفها المحليه. اوكي؟ يعني مثال اذا تحدثنا على مثال شركه سيارات، في عندنا مناطق صحراويه، مناطق جبليه، تقسيم بحسب المناطق راح يكون في ايش؟ الفرع الموجود في منطقه صحراويه في تركيز على السيارات المناسبه للمناطق الصحراويه، الفرع الموجود في منطقة جبلية راح نركز فيه هنالك على بيع السيارات المناسبة للمناطق الجبلية.
كذلك هذا النوع من التنظيم يسهل الاتصال بين فروع المنظمة والأفراد الخارجية مثل المورد والمستهلكين. يعني مثال كل فرع يقدر يبني لنفسه استراتيجية تسويقية تناسبه وتناسب الزبائن الموجودين في تلك المنطقة الجغرافية. ولكن نفس الشيء هذا النوع من التنظيم عنده بعض السلبيات أخواني أخواتي. من سلبياته صعوبة توفير عدد كبير من المسؤولين الإداريين خاصة في المناطق النائية. يعني إذا كان عندك فروع في مناطق بعيدة نائية راح يكون من الصعب توفير كوادر اللازمة التي تستطيع أن تشتغل في تلك المنطقة. أيضا صعوبة الرقابة الإدارية نظرا لبعد المركز الرئيسي عن الفروع. صعوبة الرقابة الإدارية هذا أيضا من سلبيات هذا النوع من التنظيم. النوع الرابع أخواني أخواتي هو التنظيم حسب مراحل العملية الإنتاجية. هنا راح نقسم المنشأة ليس بحسب وظائف أو سلع، لا، حسب إيش؟ مراحل العملية الإنتاجية. وهذا مناسب للمنتجات اللي فيها خطوط إنتاج تمر بمراحل. فنجد هنا المنشأة مثال مقسمة إلى قسم أول إنتاج، قسم ثاني تغليف، قسم ثالث توصيل، أوكي؟ يعني بحسب مراحل العملية الإنتاجية. هذا سيمكن المنشأة من الاستفادة من التخصص مما يؤدي إلى زيادة الطاقة الإنتاجية. ولكن نقطة سلبية فيه اللي هي إيش؟ اللي هي إذا تعطل العمل في مرحلة معينة فهذا سوف يؤثر على العمل في بقية خطوط الإنتاج وممكن سينجر عنه توقف المنشأة بشكل كامل. هذا نوع آخر. النوع الخامس، بقي عندنا نوعين نخفهم سريعا أخواني أخواتي. النوع الخامس هو التنظيم حسب العملاء أو حسب نوعية العملاء. هذا التنظيم مناسب للشركات اللي فيه عندها عملاء مختلفين، مثال عملاء تجار جملة وعملاء تجار تجزئة، أو مثال عملاء أفراد وعملاء شركات، زي مثال في البنوك. في البنوك هنالك أو العديد من البنوك فيها يعني هذا النوع من التقسيم، في عن الأقسام المخصصة للأفراد وفي أقسام وقسم مخصص لكل ما هو منشآت أعمال أو بزنس. بإذن الله أخت روان، أوكي؟ بإذن الله. من إيجابيات هذا النوع من التنظيم أنه يساعد المنشأة على تقديم خدمات أفضل للعملاء من حيث الجودة والسعر. يعني بهذا التنظيم تستطيع المنشأة أن تقدم لكل نوع من العملاء المنتج المناسب بالجودة المناسبة والسعر المناسب. لأنه على سبيل المثال إذا قسمنا إحنا العملاء إلى عملاء تجار تجزئة وعملاء تجار جملة، طبيعي أن الأسعار راح تكون مختلفة. ولكن من سلبيات هذا النوع من التنظيم هو صعوبة التنسيق بين إدارات العملاء المختلفة. يعني مثال عملية التسويق، لا أستطيع أن أنسق بين التاجر الجملة وتاجر التجزئة عندما أفكر في القيام بحملات تسويقية أو دعائية. فبالتالي عملية التنسيق بين إدارات العملاء قد تكون صعبة نوعا ما. آخر نوع من أنواع التنظيم أخواني أخواتي هو التنظيم حسب الوقت. التنظيم حسب الوقت هذا التنظيم مناسب للمنظمات التي تعمل على مدار الساعة بنظام الفترة أو بنظام يعني الدوام. مثل السوبر ماركت، نجد العديد من السوبر ماركت تشتغل 24 ساعة. فهناك نظام ورديان. يعني إيش؟ يعني المنظمة هنا قسمت الموظفين ليس حسب أقسام ولكن حسب ورديات. أوكي؟ وهذا نوع من التنظيم يعتبر وسيلة مثالية للوفاء بتعهدات المنظمة. يعني أن المنظمة تكون متاحة دائما. أيوة ممتاز أخت خلود، زي المستشفيات. يعني أن المستشفى يشتغل فترة بس في اليوم في الليل يعني يغلق غير معقول. المستشفى لازم يكون مفتوح 24 ساعة ل 24، وبالتالي يجب أن نقسم الموظفين حسب ورديات. هذا هو التنظيم حسب الوقت. أوكي؟ ولكن نقطة أخيرة، نقطة سلبية في هذا التنظيم هو أن التنظيم حسب الوقت لا يغني عن الأنواع الأخرى. يعني مثال، لا تستطيع أن يكون عندك تنظيم حسب الوقت
بدون تقسيم حسب الوظائف او تقسيم حسب السلع. فغالبا هذا نوع من التنظيم، التنظيم حسب الوقت، يكون مدمج مع نوع اخر، اما تقسيم حسب الوظائف او تقسيم حسب السلع. اوكي، اذا كانت هذه اهم من الافكار اللي عندي حتى لا اطيل عليكم، بعرف ان العديد منكم عندهم محاضره الان. عندي كويس في سؤالين فقط وشبه جاهز، في سؤالين وراح اعطيكم دقيقه واحده، سؤالين دقيقه واحده بتكون كافيه باذن الله. اذا سوف اقوم بتوزيعه الان. ان شاء الله يظهر بعد لحظات باذن الله. اذا هذا هو بدا الكويز، نرجع بعد دقيقه لتصحيح وانهاء المحاضره. السلام عليكم. إذا السلام عليكم. إذا انتهى الوقت ونقوم بتصحيح الكويز سريعا. إذا السؤال الأول، تعتبر أول خطوة من خطوات التخطيط، هل هي الدراسة الاستطلاعية أو مقارنة النتائج أو قياس الفروق والتعرف على أسبابها؟ أو لا شيء مما سبق. بطبيعة الحال الإجابة هي الأولى، الدراسة الاستطلاعية. السؤال سؤال سهل بطبيعة الحال. السؤال الثاني، تختص وظيفة التنظيم ب أولا تحديد الأهداف أو تقسيم العمل أو بالتأكد من سير العمل أو بتسيير العمل. بطبيعة الحال احنا قلنا تحديد الأهداف، هذا وظيفة التخطيط. التأكد من سير العمل، هذه وظيفة الرقابة. وتسيير العمل، هذه وظيفة التوجيه. وبالتالي الإجابة الصحيحة هي تقسيم العمل، هي تختص وظيفة التنظيم بتقسيم العمل. إذا كان هذا كل ما لدي اليوم إخواني أخواتي، إن شاء الله الأسبوع المقبل نلتقي في محاضرة أخرى حتى ننهي الحديث عن بقية وظائف الإدارة، وإن شاء الله إذا كان هنالك محاضرات أخرى سوف أعلمكم بذلك عن طريق المنتدى بإذن الله. إذا نلتقي إن شاء الله الأسبوع المقبل. أشكر لكم حضوركم، تصبحون على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.